كان هاكر دمشق 3/8/2012 لم يسع ثوار كان هاكر إثر المجازر التي يقوم بها النظام بحق إخوانها في المعظمية وجزيرة عرقوز إلا أن يقوم ببعض الأشياء من الحراك السلمي. تعال يلا تعال. كناكر دمشق 3/8/2012 ثوار كناكر يقومون ببعض الحراك السلمي في البلدة تطاولوا مع أهلنا في زيادة عرقوز والمعظمية. بعينك يا بطه الكلب باذن الله. بعينك حكر باحه مفكه باذن الله يا بطه العراق. كناكر دمشق 3/8/2012 ثوار كناكر يقومون ببعض الحراك السلمي تضامنا مع اهلنا في المعظمية وجزيرة عرقوز رغم المداهمات والاعتقالات التي يقوم بها النظام في البلدة